كل واحد جاي له 4 رسائل هيجاوب عليهم. نبتدي هيرد عليهم يعني. نبتدي بمين يا شباب؟ يلا نبتدي بكابتن شريف عبد الفضيل. يلا يلا. القيصر، القيصر بعت لك رسالة بيقول لك مستغرب منك ازاي تقول ان كنت سبب في افلاس الاسماعيلي مع ان كنت سبب في فلوس كتير دخلت النادي. رد. حسني؟ اه. بيقول ان هو بعت لك رسالة على الواتساب. اه. هو السبب؟ لا، عشان هو خد اضعافهم من النادي الاسماعيلي، كان بياخد 5 مليون جنيه في السنة. انا مش فاهم السؤال. انا فاهمه. ممكن نجيب السؤال تاني؟ معلش. عشان هو اهم حاجه شريف. ده حسني اكيد. حسني اهم حاجه شريف يفهمها. حسني كنت بقول ان انا ان هو يعني ان انا ان هو طيب نقول السؤال تاني. معلش. ده احنا بنفترض يا كابتن بشير هو ان الكابتن حسني بعت رساله بيقول على الواتساب. بس حسني اللي بعت يعني؟ بنفترض يا كابتن بشير. متأكد بس. بنفترض يا كابتن بشير. حاجة من الخيال. متأكد. ما انت جاي لك رسائل انت كمان. هيجي لك دلوقتي. هيجي لك. بس انا متأكد برضه. نخلص بس رسائل شريف الأول. هو ما نامش كويس. مستغرب منك ازاي تقول اني كنت سبب في افلاس الاسماعيلي مع اني كنت سبب في فلوس كتير دخلت لنادي الاسماعيلي. لا لا يعني مش بالظبط كده، لان حسني اتدفع فيه مبلغ. حسني لما رجع تاني النادي هو كان اكتر حد بياخد فلوس في النادي الاسماعيلي. اه يعني كان بياخد مبلغ كبير جدا. طب ما طبيعي لانه نجم. طيب يا النادي امكانيات النادي الاسماعيلي تسمح للعيب ياخد فيها 5 مليون جنيه؟ جاب فلوس كتير قوي وبرضه مهيب. أه؟ حسني جاب فلوس كتير للنادي. اه طب ما انا بقول جاب كتير بس. آه. خده ايه اللي بعد؟ لا لا بس هو حسني لعيب كبير طبعا. لا لا حسني بص لعيب كبير ونتمنى التوفيق لنادي الاسماعيلي. يا رب الاسماعيلي ماشي بصوره كويسه. آه. ربنا يكرمه كده دايما يا رب. بس الكلمتين دول اللي تاخده مش دول. يعني لسه رساله يعني جايه لك. رساله كمان تعرف كابتن بشير طبعا اول ما بنقول دول. طيب رساله كمان جايه لك من الاسماعيلي. انا كمان كابتن ايهاب جلال بيقول لك شريف ازيك؟ لو عرضت عليك تبقى معايا في جهاز الاسماعيلي اوف ممكن تطلب كده من اداره النادي الاهلي وتيجي؟ انت اللي حاطط السؤال ده؟ يا عم انا ما بحطش حاجه، في اعداد هو اللي بيحط الاسئله. انا مالي؟ بعدين دي رساله افتراضيه، جاوب بقى يا حبيبي. لا نادي اسماعيل نادي كبير، نادي محترم طبعا، اي حد يا باشا اكلم كابتن ايهاب. انت بتكلمني انا مالي؟ كلم كابتن ايهاب اهو قدامك. نادي اسماعيل نادي كبير ونادي محترم طبعا، اي حد يتمنى انه يشتغل فيه يعني. اه الرد فين برضه؟ مش فاهم فين الرد. اه مش فاهم انا. ما هو ده الرد يعني رايح ولا مش رايح؟ والله بشير برافو عليك يا بشير. هو ما بحبش كده انا. يعني انت فوقت دلوقتي يا ابني اسود. كنت نايم فوقت دلوقتي. اسمع هو ده كلامي فوق. الحمد لله على السلامة. اسود يعني رايح ولا مش رايح؟ صح رايح ولا مش رايح؟ حق والله انتوا فوقوا عليا. انتوا الاثنين شكلكم. نادي الاسماعيلي نادي محترم ونادي كبير، فانت اي حد يتمنى ان هو يكون متواجد. ايوه هتروح شغل وعيش شريف. هتطلب من اداره النادي الاهلي ان انت تروح؟ حقيقه اشوف طبعا اشوف النادي الاهلي هيوافق على حاجه زي كده ولا لا. هو ماشي النادي الاهلي بيقول لك انت. طيب ده رد كويس خلاص. انا راجل شغال في النادي الاهلي وانا شغال في الشارع. لا اله الا الله. قال لك احنا بنحترم المكان اللي احنا فيه. يا بشير هو قال هسال اداره النادي الاهلي. مالك بقى؟ طبعا يعني ما عندوش مانع فتمام سيبه بقى. يلا اللي بعده. اداره الاهلي بقى بعت لك رساله. ايه هو بقى ولا انا؟ كابتن خطيب بيقول لك شايف مشروع مدرب كبير استمر. ولا هتقول له جاي العرض من كابتن ايهاب؟ هو جاي العرض من كابتن ايهاب. العرض اتلغى بسرعه. لا والله اتلغى. ها؟ لا طبعا يعني انا حلم حياتي اكون متواجد جوه النادي الاهلي والحمد لله انا في ده وفي خطوات واهداف معينه انا عايز اوصلها باذن الله. فانا بديها صح ان شاء الله وهوصل باذن الله المكان اللي انا عايزه ان شاء الله باذن الله. بص على الاخرانيه بقى اخر رساله. عب واحد السيد. يا عم ما كانش جول جبته فيا كل شويه تتكلم عليه. بشير جاب فاول في الاهلي احسن من الجول بتاعك بكتير. رد يا كابتن شريف. بتاعته بتنط على الارض احسن من الجول. ايه؟ اه يلا. لا ما هو بشير جاب يا كره سهله. انا بقوله كانت بتنط على الارض. ازاي بتنط على الارض وهي سهله؟ لا اله الا الله. وهي داخله بتخش نطت على الارض. اه لكن انت كانت طايره فوق. كانت طايره فوق. تفرق. يعني تفرق اللي طايره فوق عن الارض. الشكل يعني احسن. اه شريف كان صغير لسه ما شافش الجول بتاعي برضه. لا طيب ما انا نفسي اكون. رد على الكابتن عبد الواحد السيد. لا ما فيش اقول له يعني الجون ده جون كان جون انت بتلعب فريق الزمالك فريق كبير وجون كان كنا مغلوبين 1-0 وانا رجعت بالنتيجه دي.
وكان جون جه كمان في وقت بدري جدا، فكان جون صعب وتوقيته مهم، وكان الاستاد متقفل. لا ومن فاول يعني، ومن فاول ومن حته ثابته وكانت بعيده جدا. كان ابو تريكه كمان كان واقف جنبي كان بيقول لي سيبها ما ينفعش تتشاط من هنا، كانت بعيده، كان عايز يرفعها وانا قلت له لا، يعني كان في حوار عليها. ايوه فالحمد لله كان في توفيق. ما كانش عنده ثقه ان انت هتجيبها جون، مش ما عندوش ثقه، هي بعيده المسافه بعيده، فقال لي نرفعها احسن يعني. طيب